الجبهة تحت أوامر تركية خالصة تنفذ أجندة تركية، وكان لها يعني وهي معاقبة، يعني غير أنه هي تحرير الشام مصنفة إرهابيا وفق تصنيفات دولية والولايات المتحدة الأمريكية، هذه المجموعات يعني شاهدنا بالصوت والصورة ترتكب المجازر بحق الكرد في عفرين ب 2018، بحق الكرد في ريف الحسكة في رأس العين، بريف الرقة في تل أبيض بالصوت والصورة، وتسجل انتهاكاتها. والأكثر من ذلك بأن أحد الضباط المنشقين عن النظام الموجود في أوروبا اليوم بتسجيل مصور صوت وصورة قال لهم اذبحوا الأكراد واقتلوهم ولكن لا تصوروا، يعني هو في أوروبا ويعطي أوامر بالذبح يعني ولا تصوروا. لذلك أقول أن هناك مخاوف من مجازر حقيقية الآن بعد كل هذه التقدمات التي حققتها الهيئة في حلب وخروج حلب للمرة الأولى بتاريخ سوريا عن سيطرة دمشق. اليوم نتحدث عن مخاوف من مجازر حقيقية قد ترتكب في أي لحظة. مخاوف من مجازر قد ترتكب كما تشخص أستاذ رامي، هل في تحرك هذه الجهة أي الجيش الوطني الذي وصفته بأنه موالي لتركيا قد يكون يتحرك بغية هدف واحد وهو استهداف أكراد سوريا، ومن ثم قد ينقلب على هيئة تحرير الشام ويقوضها؟ نعم، قد تكون تركيا هي التي أعطته الأوامر تحت ذريعة محاربة الأكراد بأن يتقدم باتجاه أطراف مدينة حلب ومن ثم لكي تسمح الفرصة له بالسيطرة على حلب. وهنا ستكون معارك ما بينه وبين هيئة تحرير الشام، لأن هيئة تحرير الشام هي التي قادت هذه المعركة مع مجموعات منشقة عن الجيش الوطني تابعة أو عاملة معها، هم الذين يقودون هذه المعركة. لا علاقة للمجموعات الموالية لتركيا على الإطلاق بمعركة رد العدوان. معركة رد العدوان شيء، ومعركة ما سموها فجر الحرية، فجر الحرية لدى هؤلاء يعني هو فجر الإجرام، مثل ما كان غصن الزيتون غصن الدم ونبع السلام هو نبع الدماء، أعتقد بأن فجر الحرية سيكون هو فجر الدماء، لأن خبرناهم جيدا بارتكاباتهم لانتهاكات كبيرة.